كما سبقت ودرت واحد التصريح على جريدة أنفاس الإلكترونية اللي جا من وراه مباشرة هذا الحدث اللي وقع لي فيه اللي تعدوا عليا فيه، فربما كان هذا من الأسباب. هذاك التصريح اللي قلت في هذاك البرنامج من الأسباب اللي خلات هذوك الناس يعني عندهم واحد الغل واحد الحقد واحد الكره يعني دافين مبيت ملي شافوني، بحال شافوا بحال لحتيني من الملحه في عينيهم. يعني ناس كيقوموا بعمل غير قانوني، عمل غير مطابق لما هو يعني حقوق المواطن، يعني كيقوموا باعمال بشرع اليد، كيقوموا بقانونهم هما وبشرع اليد. هاد الناس هادو تجرؤوا وداروا دوموند في التطبيق ديالنا وداروا استدراج لواحد من السائقين ديالنا، داروا ليه استدراج ومطارده في الشارع العام، وداو حتى لحدا صحابهم ونصبوا ليه كامين واعترضوا السبيل ديالو وحاصروه. ملي جينا حنا بغينا نديروا التدخل ديالنا كنقابه كمسؤولين نقابيين كناس يعني كيجيو كيديروا تدخل ديال النقابه، راه معروف قانوني من حقنا، جينا نديروا تدخل باش نفضوا النزاع بينهم وبين الاخوان ديالنا. فملي شافوني تفاجات انا بديك كميه الحقد والغل اللي موجوده عندهم والكراهيه اللي موجوده عندهم اللي عبروا عليها من خلال الهجوم ديالهم عليا والعنف ديالهم ضدي والضرب ديالهم ليا والشتيف ديالهم عليا. وانا ماشي تنقول هادشي باش نستعطف المستمع او لا الراي العام المهني او لا، انا الحمد لله في النضال ديالي مستعد لاي حاجه، وفي الايمان ديالي بالقضيه ديالي مستعد لاي حاجه، ولكن اللي كنرفضوا انا هو هذا الخرق السافر المقصود ديال هذه الشرذمه ديال هذه العصابه اللي كتقوم به خرق للقانون، اللي كتقوم به في الشارع العام وكتقوم به ضد السلطات، وفي الاخير تتهم السلطات بانها ما كديرش خدمتها. كينطق واحد منهم مؤخرا في تصريح كيقول لك بان السلطات تعاملت معنا بحال التيران، بحال كما كتعامل مع الجمهور ديال الكره. هذا الجمهور ديال الكره واش مواطنين؟ هاد الناس ديال الامن، هاد الجهاز الامني كيقوم بخدمته كما يجب. حنا تيقين في الجهاز الامني ديالنا، حنا تيقين في رجال الشرطه، حنا تيقين فيهم والخدمه اللي كيديروا معنا كمواطنين. بطبيعه الحال ملي غيحضروا في حدث مثل هذا فغيحضروا لفض النزاع لتيسير المرور يعني تفريق الجمع والجمهور، فغادي يقوموا بعملهم اللي حقهم يقوموا به. ملي غيطالبهم شي واحد من النقابه ديالنا غيقول لهم طبقوا القانون بحذافيره، لا مهاوده لا مع الجهه ولا مع الجهه. فطبيعه الحال تحيه لرئيس المنطقه اللي قام بالعمل ديالو على كامل الوجه ديالو كما يجب. انا ملي حضرت تماك شافوني بحال لحتيني من الملحه في عينيهم، يعني بخلال ذاك التصريح اللي درت مؤخرا في جريده انفاس، يعني كان حقد كما قلت لك وغل مسبق ودافين ومبيت. فضربوني، مشيت انا نهضر معاهم، هاجمني الاول هاجمني الثاني، حاولت نتفاداهم في الوقيته اللي ما لقيت عليهم لين، تشابكت انا وياهم داروا بيا، شي كيضرب من هوك شي كيضرب من هوك، واحد طيح لي نظاظري هرسهم. انا دابا بلا 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 نظارات، هاد العين راه كنشوف فيها مضبه، ضربوني شتفوا عليا تحاموا عليا، الوقيته اللي انا استفردوا بيا راه هما داروا فيا داكشي اللي بغاو. انا ماشي غنقول لك صحيح، وانما الحميه تتقلب السبع. انا كون كنت مع واحد ولا غادي نقدر ندير انا يديا، لان رده الفعل ديالي للدفاع على قضيتي للدفاع على المبادئ ديال النقابه ديالي للدفاع على التوجه اللي انا مامن به. اما هما راه دايرين فعل اجرامي انهم كيقوموا بانتحال صفه ينظمها القانون. انا غندير الشكايه ديالي عند وكيل جلاله الملك، وانا ذاك النهار بيت في السبيطار وتبعت الاجراءات يعني الصحيه اللي خصني نتبعها، وان شاء الله غندير الشكايه ديالي عند وكيل جلاله الملك. وحنا املنا كبير في العدل والعداله ديال هذا الوطن، املنا كبير في الجهاز الامني ديال هذا الوطن، الاجهزه الامنيه والسلطات والجهات الوصيه والمعنيه بالامر، واملنا كبير فوق هذا الشيء كامل في صاحب الجلاله نصره الله. حنا كنطالبوا انها تلتفت لنا الحكومه والدوله والبرلمان والمشرع
باش يرخصوا لنا هذا التوجه اللي حنا خدمنا عليه وامنا به وتقوا فينا الزبائن. حنا هذا هو المشكل، هذا هو الاكراه اللي كنعيشوه مع هاد الناس. ملي شافوا الناس تقت فينا ولات كتطلبنا وكتطلبنا بشكل يعني مستمر ومصر على انها تطلبنا وتركب معنا، فهذا هو اللي كيتهددهم، هذا هو اللي كيحسوا به، هذا هو اللي كيحسوا بانه يعني يهددهم. فكنتمنى من السلطات ومن الجهات الوصيه وصاحب الجلاله نصره الله انه يلتفت بالالتفاته الساميه ديالو، انه يشوف من جهه هاد الشباب وهاد هاد التوجه انه يتقنن ويتحرر هاد 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 التكنولوجيا. السائق المهني، حنا كندافعوا على السائق المهني، ما كندافعوش على الباترونه، ما كندافعوش على العربه، ما كندافعوش على كريمه، ما عندناش شي مشكل. استطعنا اننا نحققوا ذاتنا من خلال المشروع السامي ديال صاحب الجلاله، مشروع قانون المقاول الذاتي. حنا خدامين في اطار قانوني كنأطروا في الشباب ديالنا من خلال مؤسسه دستوريه قانونيه حقيقيه معتمده في البلاد. ما محتاجينش اننا نطلبوا شي حاجه الا الترخيص والتقنين لهذا النوع من العمل.